استعرض لكم هالمره سماعه هواوي فري بودز 4. خلونا نشوفها مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل فتره تكلمنا عن سماعه هواوي فري بودز 4i وهذه فري بودز 4 وراح تي لفري بودز 4 برو. شنو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان الاي هي الفئه الاقتصاديه، اما الفور هذه هي عبارة عن السماعة البلاستيك أوبن فيت اللي داخل الأذن اللي على السماعة، ما راح تحصل الربل. إذا كنت أنت ترتاح حق نوع البلاستيك فهذه السماعة جدا ممتازة. هالمرة جاية بتصميم أنيق والسماعة نفسها بوزن وايد أخف من السابق. مثل ما عودتنا هواوي جودة الصوت ممتازة بسماعاتهم، هالمرة راح تحس حتى بفرق البيز. بالنسبة للمكالمات، الأشياء المتعلقة بالسماعة نفسها فهي ممتازة بعد تجربتي لفترة كم يوم الحين أنا استخدمها. وأيضا هذه السماعة فيها ميزة العزل، طبعا ما راح تعطيك نفس العزل بالسماعات اللي فيها ربل، ولكن جودة العزل ممتازة بالنسبة للسماعات البلاستيك. وهالمرة فيها تقنية الذكاء الاصطناعي وفيها مجسات يحاول أنه يفهم شكل إذنك عشان يعطيك أفضل عزل للضجيج. السماعة جدا خفيفة وهذا الشيء راح يأثر بأنك راح تقدر تستخدمها فترات أطول بدون ما تحس بعوار بالأذن إذا كنت من النوع اللي تلبس السماعة لفترات طويلة. أيضا راح تقدر تتحكم بالسماعة باللمس، إذا ضغطت مرتين على السماعة ترد على المكالمة ومرتين ينهي المكالمة. وأيضا تقدر تشغل وتوقف الموسيقى وتنتقل للتراك اللي قبله واللي بعده. تقدر ترفع الصوت باللمس مع السحب للأعلى وتنزل الصوت بالسحب للأسفل. وإذا ما كنت بترد على اتصال معين أنت بتسكر الخط، تضغط على سماعة ضغطة مطولة، وإذا ما كنت بالمكالمة وضغط ضغطة مطولة راح تفعل تقنية إلغاء الضجيج، وإذا ضغطها مرة ثانية راح توقف تقنية إلغاء الضجيج. لأن هذه السماعة open fit فأنت راح تسمع الناس اللي حوالينك، ما راح تحس بالعزل المغموط اللي ما تسمع اللي حوالينك مثل السماعات الربل. وأيضا من ميزات هذه السماعة أنها تشبك على جهازين بنفس الوقت، فإذا كنت قاعد تشوف على التابلت مثلا فيلم ويالك اتصال على تليفونك راح يوقف صوت الفيلم وراح تستقبل الاتصال على السماعة، وبعد ما تخلص إذا شغلت الفيلم راح يرجع الصوت مرة ثانية على التابلت، فراح ينتقل بين جهازين بدون ما أنت تغير شيء. وقت التأخير اللي موجود بالسماعة هذه منخفض، يعني ينفع للألعاب، الناس اللي تلعب ببجي، فورتنايت أو كول أوف ديوتي راح تنفع لهم هذه السماعة. هذه السماعة تعطيك أفضل أداء على أجهزة هواوي، ولكن تقدر تشغلها على الآيفون والأندرويد أيضا وراح تشتغل معك كل التقنيات اللي موجودة بالسماعة على برنامج هواوي AI. سماعة هواوي فري بودز 4 متاحة حاليا للطلب المسبق، سعرها 44 دينار و 900 فلس وتحصل معاها على هدايا مجانا. إذا كنت بتشتري هذه السماعة تحصلون الروابط بأسفل الفيديو، يفضل أن تشترون عن طريق الرابط اللي أنا حاط لكم إياه. وكان هذا موضوعنا لهذا اليوم، نوصل للختام، معاكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامة.